الأصوات تتعالى من أجل الإعلان عن حالة الجفاف واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الأزمة المهددة، ليست للموسم الفلاحي وحده بل حتى الموالون وتربية الأنعام التي باتت مهددة اليوم فضل نقص المياه. حاليا رانا قاعدين نعيشوا ونتعايشوا مع هذا الظرف هذا، يعني كثير من الناس الموالين كبير ولا صغير حسب كل واحد حسب العدد اللي عنده بالمشي، كثير من الناس تقريبا كاين اللي نقص كاين اللي يبيع كاين اللي يخرج ما خرج من المهنه خلاص. الغالب اليوم تربية الحيوان اذا ما كانش غطاء نباتي ما تنجمش تربي حيوان، والغطاء النباتي مربوط بتساقط الامطار والا المواد المائيه الجوفيه. استنفاض لكافة الحلول التقنية والمؤشرات السلبية المتحصل عليها لغاية الآن باتت تستدعي إجراءات مستعجلة، فنقص التساقطات المطرية التي أثرت على المناطق الرعوية وقلصت الغطاء النباتي ستنعكس لا محالة على تغذية وصحة الثروة الحيوانية. وإذا توجهنا إلى منتجات التأمين الفلاحي نجد أن التأمين عن الجفاف ضمن المنتجات التأمينية الغائبة، وبالتالي بات الفلاح بحاجة إلى مرافقة سواء من الدولة أو من التعاضديات الفلاحية في ظل الأزمة. تأمينات على مستوى يعني تعاونية تعاضدية تاع السيارة ما توانا، ولكن التأمين ما كاش في النقطة تاع حالي تاع الجفاف، كان تاع التبروري لاغريل، كان تاع فيضانات، كان تاع الحرائق، كان تاع الريح السخون هذاك لو سيروكو، مي بار كونتر هذا الاخر ما كاش يعني ان برودوي اسيرونس سيشراس. الاشكال كبير والمرافقه باتت الحل الانجع لحمايه الفلاحين من اي اثار جانبيه، فيما يبقى اعاده النظر في التقنيات الفلاحيه المنتهجه حلا لمسيره هذه التحولات المناخيه وباساليب علميه.